كرة القدم في البرازيل ليست مجرد رياضة شعبية فحسب، هي نمط حياة، ثقافة شعب. فمنذ نعومة أظافر أبنائها ومع أول تعلم لخطوات المشي والركض، تكون كرة القدم بين قدمي الطفل تسير معه جنبا إلى جنب منذ البداية وحتى النهاية، على رمال الشواطئ أو في الشوارع. لذلك جنون كرة القدم متصل معهم من أول لحظات العمر. تعد البرازيل أحد أكثر البلدان تقديما للمواهب الشابة في عالم كرة القدم، إذ دائما ما قدمت لاعبين تحولوا فيما بعد إلى الأفضل في العالم. لكن هل خطر على بالكم أنها أنجبت واحدا من أشهر مخادعي كرة القدم حتى اليوم؟ في هذه الحلقة سنسرد لكم قصة لاعب لم يلمس كرة يوما رغم مجاورته عديد الفرق. إنه أكبر مخادع في عالم المستديرة، كارلوس هنريكي كايزر، المعروف اختصارا بكايزر. ابقوا معنا. ولد كايزر عام 1963 وكان طفلا مشاغبا يعشق كرة القدم بجنون، وحلمه أن يصبح لاعب كرة قدم شهير. أطلق عليه المقربون منه لقب كايزر تيمنا وتشبها بالقيصر فرانس بيكنباور. نشأ كايزر مثل أغلب مراهقي البرازيل على حلم واحد، هو أن يصبح لاعب كرة قدم مشهور بعد أن شاهد منتخب بلاده يكتسح العالم في السبعينيات مقدما كرة قدم جنونية. ارتحل كايزر إلى ريو دي جانيرو، وفور وصوله اتجه إلى أول مكان يمكنه التعرف فيه على لاعبي الكرة المشهورين، إنها النوادي الليلية. وهناك شق طريقه وسط الزحام، فاستطاع تكوين صداقات وعلاقات مع أشهر اللاعبين البرازيليين من قيمة روماريو وبيبيتو برانكو وغيرهم الكثير، وكان يقيم لهم الحفلات ويقنعهم أن يجعلوا أنديتهم تتعاقد معه. وعند ذهابه لاجتياز فترة الاختبارات كان يجري حول الملعب يسدد الكرة ويسقط ثم يدعي الإصابة ويذهب للعيادة فورا. وبالطبع لا يمكن تكذيبه بحكم عدم توفر أجهزة طبية متطورة آنذاك. كان يقضي 3 أشهر في النادي يقوي علاقته باللاعبين ويجلب لهم الفتيات في المعسكرات المغلقة، وهو المسؤول الأول عن الحفلات كل يوم. كرر التجربة مع أكثر من 10 أندية برازيلية كبيرة، وكان ذكيا جدا في المواقف الحرجة. كان يدعي أحيانا أنه يتحدث الإنجليزية مع وكلاء لاعبين في أوروبا بدعوى أنه مطلوب هناك. وعندما اكتشف طبيب الفريق وعرف أنه فقط يتلفظ بكلمات إنجليزية غير مرتبة ويتحدث في هاتف لعبة، هرب كايزر فورا واختفى عن ذلك الفريق. وحينما كان متعاقدا مع أحد الأندية البرازيلية الأخرى، ضمه المدرب إلى القائمة الأولية، وكان الفريق خاسرا وقتها ولا بد من إدخال اللاعب الموهوب. وجد كايزر نفسه متورطا، خاصة وأنه فعلا لا يجيد أي شيء من فنيات الكرة. وعند بدئه التسخينات توجه ناحية الجمهور، وهناك بدأ يتبادل الشتائم معهم ودخل معهم في اشتباك بالأيدي. فحصل على بطاقة حمراء أنقذته من انكشاف أمره.
وعندما سأله رئيس النادي عن فعلته رد كايزر قائلا: قبل أن تقول أي شيء سيدي الرئيس، لقد وهبني الله والدا لكنه توفي فعوضني بآخر. وأشار إلى رئيس النادي وأردف قائلا: لن أسمح لأحد أن ينعت والدي باللص، وهذا ما فعله الجمهور. انطلت الحيلة طبعا على رئيس النادي الذي جدد عقده بعدها بستة أشهر. ذهب كايزر إلى أوروبا ووقع مع نادي أجاكسيو الفرنسي، وعند حضوره حفل التقديم تفاجأ بجمهور غفير في انتظاره. ظل يقبل شعار النادي ويسدد الكرات ناحية الجمهور حتى نفدت، وبعدها لم يجد المدرب سوى أن يجعله يقوم بتدريبات بدنية لتكون بذلك آخر محطة في مسيرته التي قاربت 20 عاما، من 1979 حتى ما قيل أنه منتصف التسعينيات. تمكن كايزر من ممارسة الكرة كلاعب محترف لمدة 20 عاما دون تسجيل أي هدف، رغم كونه يلعب كمهاجم وقادم من بلد يتنفس كرة القدم. 20 عاما من الرواتب الضخمة والسهرات والعلاقات النسائية والشهرة دون أي هدف، وبذلك خدع هذا اللاعب كل الأندية التي لعب لها ليكون بذلك أكبر مخادع في تاريخ المستديرة.